يلا الحق يا بشار. مد ايدك مدت ايدي، مد ايدك مدت ايدي. اهلا بسوريا جديدي، اهلا بسوريا جديدي. بدون الدكتاتوري، بدون الدكتاتوري. اولا نحن اهل الجولان السوري المحتل متضامنين مع شعبنا مع الثورة السورية من بداية الاحداث من 2011، قلبا وقالبا مع الثورة السورية. وبهذه المرحلة رغم انه كثير كان في مراحل انه بمحافظة السويداء قاموا ضد هذا الطاغي المجرم بشار الأسد وكل الطغاة وهذا النظام المجرم الذي هجر وقتل واعتقل الكثير من السوريين، بهذه المرحلة ايضا نتضامن مع ثورة السويداء ضد هذا الطاغي. ثورة السويداء تمثل إعادة من جديد لإحياء الثورة السورية ضد الطاغي، الثورة السلمية التي نودها ضد طاغي الطغاة بشار الأسد ونظامه المجرم. ما في للأبد، ما في للأبد، عاشت سوريا ويسقط الأسد. يعني تحرر الجولان من تحرر سوريا، وتحرر سوريا وتحرر سوريا من الطغيان، ومن يعني الطغيان والاحتلال هن وجهين لنفس العملة. فطبعا هي قضيتنا الاولى، يعني اذا بدك تفكر فيها نحن جزء من سوريا، حتى لو بعد 50 سنة احتلال مظلنا جزء لا يتجزأ من سوريا، وقدمنا كثير لحتى نظلنا على هالهوية. فصوتنا من صوت الشعب السوري مثل اي منطقة يعني. بس طبعا الجولان له خصوصيته وله والصوت منه بيجي كمان مرة مثل ما حكيت بيعري خطاب النظام، عشان هيك هو كمان مهم. نحن معلمنا سلطان،